حدثنا محمود اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن اسامه بن زيد قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلا ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانه المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك ان بني كنانه حالفت قريشًا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم، قال الزهري: والخيف الوادي